الأيام التي تقرر فيها مجموعة صغيرة من الدول مصير العالم ولت، هكذا علق المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن على بيان قمة مجموعة السبع التي انعقدت مؤخرا في بريطانيا. أنا مكي هلال، أهلا بكم في برنامج مع وضد. الجميع يعلم أن الحرب الثوري الإيراني ممثلون لعشرات الدول يشاركون في فعاليات دولية على مدار العالم تخرج مئات البيانات الأممية والتوصيات والقرارات التي لا تنجح غالبيتها في التحول إلى حقائق ملموسة. فبين استخدام الفيتو في مجلس الأمن وعدم قدرة المنظمات الدولية على فرض قراراتها على أرض الواقع، تتزايد الأسئلة حول جدوى تلك المؤسسات. وضع ربما يدفع بعض القوى الكبرى إلى مزيد من التكتل في مجموعاتها الخاصة التي تهيمن على السياسة والاقتصاد العالميين وتتسم بالمرونة والقدرة على تحويل الأجندات إلى قرارات نافذة. قمة مجموعة السبع التي استضافتها بريطانيا قبل أيام إحدى الأمثلة الواضحة لتحرك الدفة في ذلك الاتجاه في محاولة لكبح الطموح الصيني. من بكين أرحب بضيفي الأول الأستاذ نادر رونغ وان. السيد وان في أسطر موجزة هو إعلامي وباحث ومحلل سياسي، تخرج في جامعة الدراسات الدولية في بكين، وهو أيضا حاصل على الماجستير من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. أهلا وسهلا بك سيد هوان في مع وضد. إلى ضيفنا الثاني الآن من نيويورك أرحب بالسيد مهدي عفيفي. الأستاذ مهدي عفيفي هو كاتب ومحلل سياسي، هو عضو عن الحزب الديمقراطي الأمريكي وكذلك نائب رئيس التجمع العربي الأمريكي في ولاية نيوجيرسي سابقا. مرحبا بك سيد عفيفي. نبدأ كالعادة مع فقرة في دقائق، والتي نطرح خلالها على كل من ضيفينا سؤالا يجيب عليه في دقيقتين. لكن قبل طرح الأسئلة لنتوقف قليلا مع بعض المعلومات الموجزة عن الأمم المتحدة ومجموعة السبع. أبدأ معك سؤالي الأول سيد هوان في بكين، هل تهمش مجموعة الدول السبع المجتمع الدولي برأيك عبر ما تقره من سياسات أو قرارات؟ نعم، أعتقد أن يعني هناك في السابق أن هناك هيمنة من القوة الكبرى الدول الكبرى في العالم، يعني هم يعني
يتلاعبون بالنظام الدولي رغم وجود الأمم المتحدة. وهناك أحادية الأطراف في كثير، يمكن أن نرى في كثير من القضايا في العالم، وحتى شن الحرب. هناك يعني دور الأمم المتحدة لم تكن يعني قوية وفاعلة مثل نتصور، ولكن مع نمو الدول النامية ويجب أن يكون هناك أصوات يعني الصادرة من الدول النامية والمشاركة بشكل أكثر واسع من الدول النامية في الشؤون الدولية. فلذلك تدعو الصين دائما إلى الإصلاح الأمم المتحدة ودفع تطورها إلى نحو أكثر عدالة والإنصاف والشمولية في يعني في هذا الاتجاه. نعم، مادام ما يزال لدينا متسع من الوقت وددت أن أعقب، هل لك بذكر بعض الأمثلة عن تهميش مجموعة السبع أو حتى الأمم المتحدة للدول النامية أو الدول الصغيرة كما يفضل أن يسميها البعض؟ يعني يمكن أن نرى يعني هناك دائما هناك أصوات لا نستطيع أن نسمعها في يعني في تقرير الأمم المتحدة أو في قرارات الأمم المتحدة. ف يعني هناك مثلا في شن الحرب، لأن الأمم المتحدة هو يعني ميثاقها هو حماية السلام العالمي، و نعم، يعني حماية السلام العالمي وصيانة الاستقرار في المنطقة. ولكن رأينا خلال هذه السنوات منذ إنشاؤها يعني شهد العالم يعني حروب كثيرة، يعني في مثلا الحرب في العراق وأفغانستان، وكذلك في ليبيا، وفي يعني في كثير من المناطق في العالم. ولكن كل هذا لا تتفق مع يعني مبادئ أو ميثاق الأمم المتحدة، وهو يعني مدافع للسلام. نعم، أغلبها بالفعل كان خارج ميثاق الأمم المتحدة أو مظلة الأمم المتحدة، خاصة البند السابع الشهير الذي يبيح التدخل لحماية المواطنين المدنيين. أذا بالسيد مهدي عفيفي لأسأل أيضا، المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن قال إن عصر تحديد مجموعة صغيرة من الدول مصير العالم قد ولى وانتهى، هي إضافة من عندي. هل توافق على أن هنالك مجموعة صغيرة من الدول تقرر مصير العالم بالفعل وفق مصالحها؟ تحية إليك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. أهلا في وسهلا. الحقيقة هذا يعني تقصير شديد فيما تقوم به مجموعة السبع. لابد أن نعلم أن الصين تريد أن تكون لها مكانا ضمن اللاعبين الكبار، وهي لها مكان اقتصاديا، ولكن تحاول الصين الدخول من ابواب اخرى. ويعني الصين تعطينا دروس الان في ميثاق الامم المتحده، فيعني لم اسمع بقضيه واحده دعمت فيها الصين اي حقوق سواء كانت مشروعه في الدول العربيه. الصين تعني فقط بالنمو الاقتصادي لديها، واقرب مثال التعاقد مع ايران والتي هي شوكه في ظهر الامم العربيه. ايضا الصين ليس لديها حقوق انسان، ليس لديها اي تعاون مع اي قضيه دوليه نسمع عنها ولها صوت في الامم المتحده. نتفق ان هناك لابد من اصلاح في الامم المتحده، وقد دعت الولايات المتحده الامريكيه كثيرا ومرارا الى اصلاح هذه المنظومه التي يعني عفى عليها الزمن، لكن لا يمكن ان نقول ان مجموعه الدول السبع تتحكم في العالم اجمع. هي دول لها مصالح، كما يوجد مصالح للصين وروسيا ودول أخرى وتعمل على حماية مصالحها، ولكن هي التي تدافع عن قضايا كثيرة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وفي بلدان أفريقيا وفي أوروبا الشرقية. تحاول الصين أن تفرض سيطرتها من خلال الاقتصاد على بعض هذه الدول، وأن يكون لها مكانا وسط هؤلاء اللاعبين. واضح ما يزال بعض الثواني. في الحقيقة، أليس من حق الدول القوية اقتصاديا وحتى إن لم تهتم بموضوع حقوق الإنسان
أن تدافع عن مصالحها وأن تشارك وتكون لاعبا بارزا في لعبة الكبار، أقصد الصين. الصين تشارك، الواقع أن الاستثمارات من هذه الدول السبع في الصين أكثر من استثمارات الصين العكسية، هذا الواقع. هناك استثمارات بالبلايين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا داخل الصين. العلاقات الاقتصادية علاقات معقدة جدا، ولكن تحاول الصين الخروج من هذا المأزق بفرض آرائها السياسية، والتي هي طبعا يعني آراء ليست بديمقراطية، وتريد فرض فكر النظام الشيوعي العام على الدول الأخرى. سنأتي إلى تفصيلات هذا التعقيد في العلاقة. في الحقيقة فقط أراوح بين ضيفينا في الأسئلة، هذا بالسيد هوان مرة أخرى. العشرات وربما مئات القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة وفشلت في تنفيذها على أرض الواقع، وكثيرا ما تصطدم المساعي الدولية بتعطيل القوى الكبرى لها مثل استخدام الفيتو في مجلس الأمن. هل أصبحت الخلافات بين الدول الكبرى عائقا أمام عمل الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها؟ هناك حتى من يتهم الصين في هذا الباب بوصفها متمتعة بهذا الحق المعطل، حق الفيتو. نعم، أعتقد أنه يجب أن تكون هناك المشاركة أوسع يعني من الدول النامية في الشؤون الأمم المتحدة، فلا يجب أن يعني تقرر المجموعة صغيرة من الدول الكبرى القوة العظمى لشؤون جميع الدول العالم، لأن كما نعلم أن هناك الوضع في كل دول يختلف من دولة أخرى، فلا يجب أن نحترم تنوع الظروف الوطنية لكل دولة وطرقها التنموية ونظمها السياسية والاقتصادية، ويجب أن نحترم هذه الدول في اختيارها وفي اختيار شعبها. ولكن حاليا نشهد أن بعض الدول الكبرى تفرض إرادتها على الدول، أن هذه الدول على جميع دول العالم. مثلا دائما نقول الديمقراطية ليس بشكل واحد، أو نقول الكوكاكولا الديمقراطية ليس بنكهة واحدة. فالصين دائما تدعو إلى الاحترام للدول، يعني ثمة ديمقراطية بنكهة صينية، إذا فهمت كلامك جيدا. ليس يعني في الصين بنكهة صينية، ولكن ليس بنكهة واحدة نقول. فيعني مثلا هناك هناك عالم صيني كونفوشيوس كما نعرف، هو قوله الشهير هو لا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك، يعني لا يجب أن نفرض إرادتنا يعني على الآخرين، ويجب أن نحترم يعني نعم، ونحن يعني نحترم التوقيت الذي انتهى أيضا. عذرا للمقاطعة سيد هوان، دقيقتان انتهيتا منذ قليل. أعود للسيد عفيفي. قمة السبعة الأخيرة اتخذت قرارات لدعم الدول الفقيرة وتوزيع اللقاحات ومكافحة التغير المناخي، لماذا برأيك الانتظار إلى خروج مثل تلك القرارات عبر هذه المجموعة؟ وهل يعكس ذلك أصلا رغبة في إبراز قدرة دول المجموعة ودورها في دعم العالم بعيدا حتى عن المنظمات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة طبعا؟ بالطبع هذه الدول تحركت لعدم تحرك أي دولة أخرى. الصين التي تتمتع بثاني أقوى اقتصاد في العالم لم نرى أنها تحركت ودعمت أي من هذه الدول. الولايات المتحدة الأمريكية أكثر داعمة في كورونا وأكثر داعمة للدول في أفريقيا. الصين تتكلم فقط ولكن لا تنفذ، ولها نفس الحقوق مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، وتستطيع أن تبدي رأيها. الصين ما نسمعه أنها الديمقراطية الصينية، هذا يعني استخفافا بالعقول. لا توجد ديمقراطية أصلا في الصين، ونعلم يعني مسلمي الأيغور وما حدث بهم وطريقة التعامل. تريد الصين أن تخفي على العالم
الحقيقة التي تتعامل بها مع البشر الصينيين أو غيرهم، وطبعا لا يوجد آراء في الصين على الإطلاق، في نقد الدول الأخرى وفرض ما تسميه الآراء الاستبدادية أو الأنظمة الاستبدادية على دول أخرى في مقابل الاقتصاد. لكن عفوا أستاذ عفيفي، إذا سمحت لي بالتفاعل فيما بقي من وقت، الدول السبع الكبرى تقدم هذه المبادرة لمساعدة الدول الفقيرة خاصة في موضوع كورونا وتوفير اللقاحات، وتستكثر على الصين ما بات يسمى بدبلوماسية اللقاحات، هي تنهى عن الشيء وتأتي مثله في النهاية، ما رأيك؟ لا أعتقد، الصين لم تقدم شيء وأخفت كل المعلومات عن الكورونا، يعني أي لقاح دولي متاح الآن لدينا المعلومات كاملة إلا اللقاح الصيني واللقاح الروسي، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يتقبل أن تفرض الصين دعم أولا مشروط، وثانيا بدون معلومات، وثالثا ليس بالكم الكافي. الولايات المتحدة الأمريكية تبرعت بالبلايين من هذه اللقاحات، ماذا تبرعت به الصين؟ جيد، أنهيت تماما مع الوقت ضيفينا الكريمين. مشاهدينا الأعزاء، هذا الآن فاصل قصير، نعود ونتابع ما تبقى منه فيه مع وضد. مرحبا بكم مرة أخرى. طغى الملف الصيني على أجندة قمة مجموعة السبعة. سنتعرف سريعا على أبرز الملفات التي تم تناولها في القمة، ثم نستكمل نقاشنا مع ضيفينا. سنفترح الأسئلة مع سيد هوان. ناقشت قمة السبع طرح بديل منافس لمشروع مبادرة الحزام والطريق الصيني، أو ما يعرف باسم طريق الحرير الجديد. هل تستطيع الدول السبع كبح جماح هذا المشروع الصيني أو التمدد الصيني كما يسميه البعض؟ في رأيي لا أعتقد أن هذا يعني إذا كان هو هدفه هو كبح التصاعد الصيني، فهو لا أعتقد أنه سينجح، لأن مبادرة حزام وطريق وبعد تقريبا 8 سنوات من يعني 7 سنوات من طرحها أصبح مبادرة ناجحة، وقد حتى الآن قد تم توقيع أكثر من 200 اتفاق للتعاون مع أكثر مع 140 دولة و31 منظمة دولية للمشاريع والتعاون مع الصين في البناء والبنية التحتية. فهناك وقد حصل الدول المدلة على الحزام والطريق على الفرص التنموية الحقيقية من خلال هذه المبادرة، ويعني لا أعتقد أنه ستتعرض أو تتأثر في المبادرة الجديدة المطروحة من مجموعة الدول السبع. نعم، واضح رأيك. أنقل هذا الرأي للسيد عفيفي وأطلب تعليقه بشكل سؤال. في الحقيقة الولايات المتحدة مارست ضغوطا خلال القمة على الدول الأوروبية للحد من تعاونها التجاري مع الصين، والذي قد لا يتناسب مع مصالح تلك الدول. هل بإمكان أوروبا حسب تقديرك للموقف الاستغناء عن التعاون الاقتصادي مع الصين؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم
ما يعوضها عن ذلك، يعوض هذه الدول الأوروبية قصدي؟ المسألة لن تكون الاستغناء على الصين، لأنني كما ذكرت من قبل هناك شراكة دولية مع الصين من معظم الشركات الدولية متعددة الجنسيات. يمكن إعادة تنسيق هذه الاتفاقات بما فيه المصلحة المتبادلة، ولن تكون يعني اليد العليا للصين. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن هناك أشياء لا يمكن تغييرها، ولكن هناك بعض الاتفاقات وهناك بعض الضغوط التي يمكن ممارستها حتى يكون هناك نوع من التوافق بين المصلحة الصينية والمصلحة الدولية ومصلحة الدول الأوروبية وكل من يستفيد من هذا المشروع. واضح. سيد هوان، في بكين لابد أن نطرح سؤالا عن فيروس كورونا. طالبت قمة السبع بمزيد من التحقيقات في قضية منشأ فيروس كورونا. كيف ترى الصين هذه الضغوط أولا؟ وهل هناك غياب للشفافية فعلا كما صرح قادة هذه المجموعة خلال هذه القمة؟ بالنسبة إلى هذه المسألة، الصين دائما تدعو إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومع خبراء الدوليين في التحقيقات، وقد تم تنظيم زيارات كثيرة لخبراء من منظمة الصحة العالمية للميدانية في الصين. فقد أيضا تم استخراج التقرير العلمي حول يعني حول هذا الفيروس وتعامل الصين مع الوباء كورونا. وبالنسبة لي كمواطن صيني، ولا أعتقد أنه هناك وجود عدم شفافية في الصين في هذا المجال، لأنني شعرت بكل شفافية في داخل الصين. فهناك المتابعة بكثافة لحالة الإصابة المؤكدة كل يوم، وهناك الإجراءات السريعة للوقاية من ذلك وعلاج المصابين. ربما العتب هو خارجي على الصين في علاقة بالتحقيقات في المنشأ وليس داخليا حتما. دعني أسأل سيد عفيفي أيضا في الجهة المقابلة، الخلاف الأوروبي البريطاني خصوصا بين لندن وباريس طغى في الحقيقة على فعاليات القمة. هل تهدد هذه الخلافات بين حلفاء الولايات المتحدة قدرة هذا التحالف على تنفيذ تعهدات هذه القمة برأيك؟ لا أعتقد، من الطبيعي في الدول الديمقراطية أن يكون هناك اختلاف وخلاف، هذا ما اعتدنا عليه. لا يمكن المقارنة بما يحدث في جي 7 أو مجموعة السبعة بما يحدث في الصين مثلا. هناك رأي واحد وهناك منظومة واحدة، منظومة استبدادية، لكن من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين الدول، وكان هناك بعض الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لكن في النهاية يتم تنسيق بين تلك الدول حتى تصل إلى المصلحة المشتركة. ولابد من التأكيد على هذه النقطة، أن يكون المصلحة مشتركة، مع الأخذ في الاعتبار أن لا يمكن الاتفاق على جميع النقاط، وإلا لن تكون هناك ديمقراطية كما نعلم. واضح. إلى بكين مرة أخرى سيد هوان، هناك اتهامات لبكين باستغلالها لديون الدول الفقيرة من أجل زيادة نفوذها. وجهت دول غربية تحذيرات تجاه الاستدانة من الصين. كيف ترى تلك الاتهامات، وهل ستؤثر على علاقات الصين بإفريقيا وآسيا خاصة؟ لا أعتقد أن هذه الاتهامات ستؤثر على العلاقات بين الصين ودول إفريقيا ودول آسيوية، لأن هذه الدول قد حصل على الفوائد الحقيقية من خلال تعاونهم مع الصين. فهناك وكذلك هناك إعفاء وتخفيف لديونها لكن عفوا، هذه الديون يراها البعض طوقا يلف عنق هذه الدول، والصين ليست جمعية خيرية في النهاية ولن تفرط في ديونها. ولكن
إذا لم يكن هناك الاستثمارات فلن تكون هناك تنمية في هذه الدول. فأعتقد أن هذه الاستثمارات لن يجب أن تكون يعني قيود أمام التطور، بل هي مفتاح لدفع قوى التطور جيد، في المستقبل. يعني هناك واضح. تجربة الصين الناجحة والحقيقية في هذا الجانب. نعم سيد عفيفي، الحلفاء عبروا، حلفاء واشنطن أقصد الأوروبيون، عبروا على رأس باريس طبعا، عبروا عن تحفظات مهمة حول تحويل البوصلة الاستراتيجية للحلف تجاه بكين بدلا من الاهتمام بأمن الأطلسي. هذه أولوية يراها هؤلاء الحلفاء، كيف ترى هذه التحفظات أنت؟ في الحقيقة هي هناك توازن لابد أن يحدث. الصين توغلت بشكل كبير في مناطق يعني مهمة بالنسبة للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، واستخدمت الصين كما يعلم الجميع المصالح التجارية في تطويق تلك الدول، خاصة الدول الفقيرة والنامية. أيضا عدم الشفافية في أي من الموضوعات، يعني ناهيك عن كورونا التي إلى الآن لم يسمح ل يعني الاطباء المتخصصين بالتحرك بحريه، دعك من يعني الشؤون الاعلام التي تقوم به الصين، لكن منظمه الصحه العالميه قالت انه الى الان لا يوجد تعاون حقيقي للوصول للنتائج الحقيقيه او الاسباب الحقيقيه لما حدث، ولذلك لا يمكن واضح. التعويل على الصين في دعم هذه الدول، واعتقد ان الدول الاوروبيه تستطيع ان تجد طريق وسط في هذا. الآن ضيفينا الكريمين متابعينا الأعزاء، فاصل قصير آخر نعود بعده لنتابع نقاشنا هذا فيما عوض. أهلا بكم مجددا إلى معاوض. نقرأ في مقال رأي في مجلة فورين بوليسي بعنوان: ما فائدة الأمم المتحدة أو كيف يمكن أن تفيد؟ للباحثتين سارة ناكاسوني وكوري تشاك. من متن المقال نقرأ: لا يستطيع أعضاء الأمم المتحدة اليوم الاتفاق على كيفية تغيير الأمور، والولايات المتحدة ليست راغبة في اتخاذ موقف بشأن الإصلاح أو بذل الجهد اللازم لإجراء التغييرات. يتجاهل الاستشهاد بهيكلية الأمم المتحدة كتفسير لفشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها، حقيقة أن أي إصلاح يمكن تصوره للأمم المتحدة سيكون من شأنه أن يقلل من القوة الهيكلية للولايات المتحدة بدلاً من توسيعها، ويجعل الهروب إلى هيئات أكثر حصرية مثل مجموعة السبع الكبار من تنسيق السياسة أكثر سهولة، لكنه يضيق نطاق الوصول العالمي إلى هذه السياسات. فإن هيكلة الأمم المتحدة ليست المسؤولة الوحيدة عن فشل الولايات المتحدة في جعل الآخرين يتبنون سياساتها. تعليقاً على هذا المقال أبدأ معك سيد عفيفي، انتبهت لقول الباحثتين في هذا المقال إن الولايات المتحدة إنما تهرب إلى الهيئات الكبرى مثل مجموعة السبع بسبب عدم قدرتها على تمرير سياساتها عبر الأمم المتحدة، هل تتفق مع هذا الاستنتاج أولاً؟ لا، في الحقيقة لا أتفق مع هذا الاستنتاج. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم للأمم المتحدة، وهي تساهم بمئة ضعف مثل الصين وأضعاف كثيرة مثل دول أخرى، وهي التي قالت وبدأت أنه لابد من الإصلاح في الأمم المتحدة. لا يمكن إلقاء اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، وعليها أن تجد طرقا أخرى سواء الجي 7 أو الجي 20 للتعاون مع البلدان الأخرى لتحقيق مصالحها، وهذا هو الطبيعي. ولا نرى أي دولة أخرى حتى من الدول التي تملك حق النقد مثل الصين وروسيا تتفاعل مع الأمم المتحدة كما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية.
واضح. سيد دهوان، دائما تعليقا على هذا المقال الذي عرضنا جانبا منه، تحدثت الباحثتان عن استخدام الأمم المتحدة لتبني السياسات الأمريكية. هل استغلت واشنطن الأمم المتحدة والمؤسسات المنبثقة عنها لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية برأيك؟ أنا في رأيي يعني الأمم المتحدة كان دورها يعني ليس كما نتصور، فيجب تعزيز دورها، ويجب يعني نتمسك بمبادئ الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة، وليس إرادة دولة واحدة أو يعني أحادية الأطراف. يعني مثلا في كثير من الأوقات يعني الولايات المتحدة لم تتمسك بالتفويض الأمم هل المتحدة أو استخدمت الأمم المتحدة الولايات المتحدة بشكل واضح؟ نعم، أحيانا أعتقد، ولكن هناك مثال، يعني حتى في حرب مع العراق في عام 2003 لم تحصل الولايات المتحدة على تفويض من الأمم المتحدة، ولكن هو فعلت ويعني وحدثت. فيعني يجب هذا التجاوز للأمم المتحدة ربما وليس استعمالا أو توظيفا لها إذا ما تحدثنا عن الوصف والتوصيف. شكرا لكما، نتقدم إلى الفقرة الأخيرة من برنامجنا بعد قليل. في الفقرة الأخيرة من مع وضد، كما عودناكم، نطرح على ضيفينا عددا من الأسئلة لتلخيص وجهة نظر كل طرف على أن تكون الإجابة عليها فقط بنعم أو لا. أسئلتنا الأولى أطرحها على السيد مهدي عفيفي، أذكر بالجواب فقط نعم أو لا. أبدأ بالسؤال الأول، اللجوء إلى التكتلات الدولية ضروري لحماية الديمقراطية وقيمها، نعم أم لا؟ نعم. نعم. السؤال الثاني، المؤسسات الأممية أصبحت عاجزة عن تحقيق الأهداف وحماية الضعفاء. نعم. نعم أيضا. أمضي للسؤال الثالث، بديل مبادرة الحزام والطريق أصبح ضرورة لوقف التوسع الصيني. نعم. نعم ثالثا. رابعا، الولايات المتحدة استغلت نفوذها في الأمم المتحدة لتحقيق مكاسب. لا. لا. الخامس والأخير الآن، على القوى العالمية الكبرى التحالف والاصطفاف لكبح المشروع الصيني. نعم. أربعة نعم ولا واحدة إذا حسابي صحيح. أمضي للسيد نادر رونغ وان في بكين، أذكر الإجابة دوما بلا أو نعم عن خمسة أسئلة، أبدأ بطرح أولها، عصر الانفراد بالقرارات الدولية انتهى ويجب مشاركة الجميع في الحوار. نعم. نعم. السؤال الثاني، التكتلات الدولية الصغيرة لا تغني عن دور المنظمات الدولية الكبرى. نعم. نعم. ثالثا، مبادرة الحزام والطريق ستفيد التجارة العالمية وليس الصين وحدها. صحيح. نعم. نعم. جيد، كما توقعنا، ليس هناك من مفاجآت في الأجوبة. السؤال الرابع، الولايات المتحدة تورط حلفائها في خلاف غير ضروري مع الصين. أظن نعم. نعم. السؤال الخامس والأخير، الصين تتعاون مع المؤسسات الدولية بالكلام فقط وليس بالفعل. لا. لا. إذن ضيفنا يؤكد نفس التوقعات من نيويورك. في الختام لابد أن أشكر ضيفينا على مشاركتهما وإضافتهما لهذا الحوار الهادئ. أبدأ بشكر السيد نادر رونغ وان الإعلامي والباحث الصيني، تحدثت إلينا من بكين. أشكر أيضا الأستاذ مهدي عفيفي الكاتب والمحلل السياسي، وشاركت معنا من نيويورك، جزيل الشكر لكما.
قبل الختام لابد أن نوجه كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ننتظر تفاعلاتكم معنا عبر حسابات الشرق للأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم الآن أسفل الشاشة. نذكركم دائما نحن دوما معكم ولكم كل المودة. انتظرونا الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من مع وضد. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. الجميع يعلم أن الحرب الثوري الإيراني